من زمان من زمان هذا أقول لك عطايا هذه جميلة زرزور من زرزور طبخ عشر جدور كان أنا لما زمان كان عمري سنة كان رايح حدائق مع والدي وبعدين هذا طبع فيه الانتظار وبعدين جت موجة وطلعت فيه الحدائق ما صارت من جدًا وبعدين هذا الأمور أنا لازم أخلص العالم من كلامك اللي ما حد فاهمه هذا الدواء زين كنت فرصة قرورة عالتبو عالتبو